لنص كتاب بيج لاي او لفاي من بستير لتيري ميسون. انفقت فيها كانت دقيقه الحرب الواحده في العراق وافغانستان في 2001 و2000 كانت هذه المبالغ بالفعل تم استخدامها في اهداف بنجاح ثورات في دول عربيه ولم تس او دول اسلاميه او في دول جنوب، لانها بكل تاكيد لن تسمح ان تفقد كل المزايا. وبعد العاده لهانلين وباتيفور كتاب مهم جدا وبيصف فيه كيفيه تعيين مجالس اداره البنك الدولي.